بعرف نجيب حاجة نصرف عليها. اللي 9 شهور ما شافوش. اللي 9 شهور ما شافش ابنه. ما شافوش. سنه كام؟ 6 شهور ونص. 6 شهور ونص. سمع على اسمه. كنت حامل ساعة ما سافر يعني؟ قام أولد بشهر. طب هل فعلا هم كانوا مسافرين معهمش ورق وكانوا ناويين يسافروا بره زي ما بيتقال عليهم؟ لا. كان معاهم ورقهم جاي. وكان جاي. كان صبع جاي يطلع. كان هيك جاي. شفت طفل ما شافوش. يعني كان ناوي يركب ويجي قبل الحادث. كان جاي من قبل العيد وهو عاوز يجي بس الطريق. هل حكى من جنسية السفير المصري ده سفير ده جنسيته مصري فعلا ولا جنسيته ايه؟ اكيد مش مصري. ويا ريت الخارجية تاخد موقف تجاه السفير ده. اقل حاجة انه يتشال من وظيفته. ده اقل حاجة انه ما كانش يتحاكم على الكلام اللي هو قاله. انه عاوز يضيع حق اولاده. ده ما يستاهلش اصلا انه يبقى سفير. هو سافر عشان ياكل عيش ويجوز اخواته يعني الحاجات دي. طيب هو كان شغال ايه هنا الاول؟ كان شغال في الغد مع ابوه في الارض يعني. وسافر فتره القاهره اشتغل فمكملش فقرر يروح لدي. ما كملش ليه طيب؟ وما كملش ليه شغل في الزرع يعني؟ الزرع مش جايب عمو، الزرع واخد من بيتنا ما بديش. سبب غلو الاسم ده في الدكتور. هل فعلا كان ورقهم مش سليم وكانوا ناويين يسافروا بره؟ لا، كل ورقهم سليم ودافعين فلوس وزيهم زي غيرهم وورق سليم وما فيهوش اي حاجه.